على مدار 17 عاماً لم نغير المسار ولم ننحرف عن جادة الصواب. نتحرى الحقيقة ونطاردها حتى نضعها بين أيديكم. امتدت أيادينا إلى كل مكان ورصدنا ما أغفلته كاميرات القنوات. نحن صوت المظلومين والمقهورين من معتقلين ونازحين ومهجرين. قاعدة كل النهار وأحس بقول يجون. وأبطال تشرين كانوا كل التفاصيل وأولى العناوين. كشفنا الزيف ورفضنا الحيف، بمن ولماذا وأين ومتى وكيف. حزنا على ثقتكم بكل جدارة الرافدين، لأننا حضارة.